السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة، تحية وحب وتقدير لحضراتكم. طبعا اسمحوا لنا ننوه عن صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، كل أصدقائنا ومحبينا اللي حابين يتواصلوا معنا أو يشوفوا وصفاتنا اللي بنعملها على مدار الأسبوع. كل وصفة بتنزل بفيديو مستقل، كمان سكرين شوت من المقادير وشكل الطبق النهائي. لو ليكوا أي سؤال أو استفسار حضراتكم حابينه من خلال الوصفات اللي عملناها على مدار اليوم، ابعتوا من خلال الصفحة الشخصية الشيف عظيمة حمدي بالعربي، إن شاء الله هنرد عليكم. كمان تطبيقات حضراتكم وأسئلتكم، أي وصفة بنزلها بنزلها كمان بالطريقة كتابيا على الصفحة الشخصية الشيف عظيمة حمدي بالعربي. نهاردة بقى هنعمل وصفات لطيفة وبسيطة، نقدر نبسط ولادنا ونقدر نخليهم يعني يعملوا حاجات لطيفة جدا. النهاردة هنعمل وصفتين من الحاجات اللذيذة جدا اللي تنفع جدا لرأس السنة أو لاحتفالات رأس السنة، نقدر نخليها كده إيه أفكارها بسيطة بحاجات موجودة عندنا في البيت إن شاء الله. أول حاجة هنبدأ بيها هي شجرة لطيفة، نعمل زي عجينة حلوة سهلة، تنفع عجينة البيتزا وتنفع عجينة العشر دقايق وتنفع أي نوع من أنواع العجين اللي إحنا بنحبها. نعمل بيها نحشيها أي حشو أنتوا حابينه سواء حادق أو حلو، ونعمل بيها إيه شجرة، شكل شجرة علشان نقدمها للولاد تبقى لطيفة جدا وشكل مختلف ويشاركوا فيها. تعالوا نقول بسم الله وهنبدأ في المقادير ونقول مقدار ده. عندي نص كيلو من الدقيق، ربع لتر من المية، وطبعا ده ممكن يقل أو يزيد على حسب نوع الدقيق اللي أنا هستخدمه. أنا هنا مستخدمة دقيق كل الاستخدامات. طيب عندي معلقة كبيرة من الزيت، زيت نباتي، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، الحشو عندي 200 جرام يعني كوباية من الجبنة الشيدر الحمراء، وممكن تبقى أي نوع جبنة تاني حضراتكم تفضلوا، حوالي 200 جرام من الشيدر الصفرة، و200 جرام من الجبنة الموتزاريلا، و200 جرام من الجبنة البارميزان أو الرومي. انتوا بقى عايزين تحشوا أجبان أو تعملوا ميكس أجبان اللي يعجب حضراتكم. طيب الشجرة نفسها هتتقسم لكام كورة، هنشوف كده على حسب احنا عايزين نعملها كبيرة ولا هنعملها صغيرة. انا عن نفسي الشجرة اللي عملتها في النص 25 كورة من الكور الصغنانين. طيب الوش بقى عندي فص ثوم، معلقتين زبدة، ومعلقتين مفرومين من البقدونس او من الزعتر، زي ما تحبوا حضراتكم تضيفوا يدي لون من الالوان الخضراء كده تطفي عليها، وبعدين بنزينها بالشاري توميتو. وبعدين انا ممكن اغير برضو في الفكرة ونعملها من واحنا بنخبزها دلوقتي بحاجة تانية تديها الاشكال الخضراء جوه العجينة، فممكن قوي نعملها بالبروكلي. اوكي يلا بينا، تعالوا بقى نبدأ نقول بسم الله. اول حاجة هبدأ بيها العجينة، هاخد كده هنا. طيب عندي الخميرة، اول حاجة هحط كده الخميرة معلقة كبيرة، وعندي السكر معلقة كبيرة، وبعدين هاخد طبعا رشة ملح وده مهم برضو بما ان انا عاملها حادق، وبعدين هقلب الخليط ده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ نروح ايه على العجان نحط هناك الخليط ده. طبعا العجينه دي لازم تخمر على الاقل ساعه قبل ما نبدا نشتغل فيها، وبعد ما بنشكلها زي ما اتفقنا قبل كده بنسيبها شويه الكور دي تهدى وترتاح حوالي ربع ساعه كمان قبل الخبز علشان تبقى ايه انتفخت وبقت فلافي وحلوه وكبرت شويه وادت شكل حلو. طيب اخلي بقى دول هنا كده عشان اوسع لنفسي بس مكان لما اطلع العجينه ان احنا ايه نعرف نحشيها. هنزل كده، هضيف معلقتين زيت، خليني ايه هحط زيت زيتون الحقيقه بيدي طعم حلو قوي. بسم الله، معلقه من زيت الزيتون خلاص، وهاخد بقى ميه دافيه. الميه دي دافيه، خلينا نشغل العجان بقى. بسم الله، ونضيف الميه شويه شويه حتى لو انا عارفه معيار الميه عشان يعني ابقى ايه ظابطه العجينه. بسم الله، احنا قلنا الكيلو دقيق عليه نص لتر او يزيد شويه يوصل 600 مثلا، 600 مللي على حسب نوع الدقيق، وممكن يبقى 500 بس ممكن يبقى 550، فنوع الدقيق بيفرق. احنا دلوقتي عاملين نص كيلو عليه ربع لتر ميه، ربع اهو، نقلب بقى كده ونزود. بصوا الجمال، نقطتين كمان
خليني بس ايه اقلب تقليبه بس للدقيق اللي تحت كده عشان انا هزود شويه ميه فتتجانس مع بقيه العجينه اهو. عجينه جميله عايزين تخلوها برضو ليها قوام حلو قوي، حط لها معلقه من اللبن الايه الباودر بتدي تخلي العجينه فلاتي، او معلقه من الزبادي، او شويه من اللبن الرايب، او معلقه لبنه، كل دي حاجات تخلي العجينه هشه وطريه وتجنن. بس احنا عاملينها بابسط الطرق. بسم الله اهو نقلب نزود بقى السرعه شويه لحد ما تنضف الحواف بتاعه الستانلس بتاعه العجان. تمام جدا. تعالوا بقى نرفع كده. بسم الله العجينه تجنن طريه وهشه وجميله. بصوا بصوا المطه. تعالوا بقى ماشي حبيبي. بصوا كده هنا قبل ما ابدا في العجينه بصوا بصوا العجينه ناعمه وحلوه ازاي. وطبعا انواع الدقيق بتختلف زي ما اتفقنا في نسبه السوائل اهي. انا عايزه احطها كده هنا وابدا اخد ايه واحده نقطه زيت هنا، وبعدين بحط العجينه كده واعمل كده بمسح بس الحروف، وبعدين هعمل ايه هغلفها بالكلينفل وهشيلها طفي مكان دافي هتنتفخ معانا وهتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. شايفين بصوا هشه وجميله قطنيه جدا، ونقدر حاجات كتير قوي نساعد بيها الايه العجينه بتاعتنا. صغيره. طيب بصوا بقى دي هشه اهي. بصوا بقى هاخدها كده. قبل ما ابدا فيها هاخد انا عندي شويه بروكلي عايزه استفيد منهم، ادي شكل للشجره بتاعتي لما اجي اشكلها، يعني نوع من انواع التغيير. فالبروكلي نزل طبعا وبقى جميل. هنحط بقى شويه كده هنا في ميه، رشه ملح كده، و نقطه زيت واحده زيتون، وايه هغطي كده على خفيف على البخار دقيقتين، وبعدين هشيله احطه بره لان انا في الاخر مش هبرده في ميه وتلج عشان انا عايزه احطه في مع الكور العجينه بتاعتي. طيب تعالوا نشوف بقى ايه نكور كده الكور. هنعمل ايه الاول في الميكس الاجبان؟ ممكن بقى ناخد شويه من الشدر الحمراء كده مع البارميزان. ماشي انا هعمل شويه ميكس وبعدين ناخد انواع سبت. ماشي حبايبي. يبقى احنا عملنا ايه رضينا كل الاطراف خلاص يعني ما تخافوش هعمل لكم الايه اللي انتوا عاوزينه. وبعدين رشه ملح وفلفل كده. يبقى احنا عندنا كور بايه بحاجات مختلفه. ينفع نحشي فيها بيض كمان، ينفع نحشي فيها سلامي، وينفع نحشي بسطرمه، وينفع نحط سجق، وينفع نعمل حاجات كتير قوي، لحمه بارده. هنقلب كده تقليبه حلوه هنا. هلبس بقى الجلافز كده. وبعدين عندنا بقى دي كده ميكس للي عايز يعمل ميكس اجبان. هحط بس نقطه زيت عليهم كده، نقطه زيت زيتون واحده بس كده. وتعالوا بقى ايه البس الجلافز ونشتغل في الكور ونشكلها على الصاج. بسم الله هنا. هناخد بقى عايزين توزنوا الكور مفيش مشكلة، عايزين تخلوها يعني من غير وزن مفيش مشكلة كده. لو عايزين تستخدموا من العجينة قبل ما تخمر هتبقى خمران الأول بس كور صغيرة وتخمر وبعدين نبدأ يعني نحشيها من الأول للأسرع في الوقت بتنفع برضه كده. هاخد شوية من بعد ما قلبنا كده زيت الزيتون مع ايه مع شوية ميكس الأجبان دول. حط شويه كده حلوين هنا كده وهقفل كده اهو. بصوا
حلوه قوي. ونقفلها. وناخد الصاج نعمل واحده صغنونه. بصوا بقى الصاج هحطه هنا وخليني احط نقطه زيت واحده ونمسح بالفرشه زيت زيتون. وهاخد كده ايه الفرشه بسم الله ده. حاجه خفيفه كده وجميله. وبعدين هنحط اول كوره. خلينا نعمل اول اربع كور تحت وناخد هنا كمان. ممكن نصغر شويه الكور لان هي هتنفش تاني. وناخد واحده تاني ميكس. يبقى نعمل اول صف ده ميكس ونبقى احنا عارفين ان اول صف ده ميكس اجبان مع بعض. اوكي اوكي نعملها رجل حالا دلوقتي. كده هنحط كده هنا الاول ونعمل حساب الايه الرجلين. اخنقك استنى بعدين. كده اهو نعمل كده نقفلها حلو بس ونديها الشكل الجميل ده عشان ايه تطلع دايره جميله ومظبوطه اهو. زيادة. يبقى احنا ناخد اول صف تحت سواء خمسة. عايزين تبدأوا بخمسة وبعدين تقللوا تبقى اربعة تلاتة اتنين لحد ما نقل بالشجرة في الشكل. اوكي عايزين تبدأوا باربعة بس ماشي تبقى واحدة صغيرة ومن يوم براحتكم كده. وعندي الرجل كمان لازم نعمل لها رجل هنا. بص بصة بس على البروكلي خلاص تمام. ممكن اشيله بقى ارفعه دلوقتي في الطبق كده هنا. بصوا لونه جميل ازاي. الله الفريش فريش برضه. بصوا الجمال هنا. دي هخبزها بقى معاهم خليه بقى هنا. ونبدا ناخد واحده نعملها الرجل بتاعة الشجرة اللي تحت اللي بتسند عليها كده هنا. ونكمل بقية الايه دايرة الخمسة. ونعمل بقى الصف التاني احشي بارميزان بس او احشي موتزاريلا بس. وابقى انا عاملة للي يحب ده او ده. وزي ما قلت لحضراتكم ينفع كمان اهي كده اول خمسة هنا. وبعدين هنعمل أربعة دلوقتي فوق قدامهم. نكمل بقى بأربعة ودي هتبقى هنا كده لازم عشان لما تنفش تمسك في بعض وهي في الفرن. أعمل لها اتنين كمان تحت رجلتين يعني عشان نبقى طولنا الرجل شوية كده أهو هنا كده للرجل. أوكي وتعالوا بقى نكمل بقيه الكور. احنا قدامنا قد ايه يا حبايبي؟ لو عايزين نطلع فاصل عقبال ما احشي اربع صفوف تانيين براحتكم. انا هكمل اربع صفوف وبعدين ثلاثه وهنقف عندها اقول لكم هعمل ايه في الشكل اللي قدام عشان ما اطولش على حضراتكم. ونرجع بعد الفاصل نشوف شكل الشجره بتاعتنا هنزينها بايه. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا انا كملتها. اول حاجه عملت خمس كور وبعدين اربعه وبعدين ثلاثه وبعدين اثنين وبعدين اثنين قررت منهم مرتين وبعدين واحده. وتحت عملت لها للرجلتين اثنين فوق بعض. دلوقتي بقى بحط عشان اغطيها عندي فص توم. فص توم مفروم كده يدي تيست حلو للعجينه وبقدونس. وعندي كمان رشة ملح ورشة فلفل
خليكم معايا هنا بس في دي. بصوا رشه ملح ورشه فلفل حطيناها هنا، وبعدين هنزل عليهم بزيت زيتون، يبقى فص ثوم مفروم، شويه بقدونس، شويه ملح وفلفل، فص ثوم وزيت زيتون، وهحط معلقه زبده كمان مذابه اهي، بصوا عشان الطعم اهو، بصوا الجمال. تعالوا بقى ايه ناخد كده بالفرشه ون ايه ونشوف هنعمل ايه. عندي الفرشه اهي، بسم الله، هاخد كده هنا كده زي ما حضراتكم شايفين كده كده، طعمها يجنن، مخبوزات كتير قوي حتى في العيش بتبقى تجنن، تطلع بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده. واو كده، يا سيدي، يامي يامي، حلوه فعلا وبسيطه، والولاد هيتبسطوا قوي لما يعملوها. وبعدين انا بقى هنا هحب ابقى خبزه الايه معاهم القليل من الايه البروكلي اللي احنا طلعناه دلوقتي، هناخد كده قال يعني هجمل الشجر، خليني بس اخد كده ايه سكينه رفيعه كاتنج بورد، اعمل كده هنا كده هنا علشان ايه نجمل الشجر. ما جرالوش حاجه خالص، احنا ادينا له ايه سلقه حلوه كده، والسوق جمال. عايزين تعملوا يعني افكار تانية غير كده مفيش مشكله. بصوا هنعمل بقى لسه بطماطم شيري كمان هنا مثلا، بصوا تبقى حاجه خضره طبيعيه، وهنا كمان افكار دي بقى يعني ايه على حسب ما حضراتكم حابين. بصوا كده هنا واحده صغنونه فوق هنا ده، تعالوا بقى في النص الصغنن ده، بصوا الجمال، الطماطم الشاري، وهحط تاني مسحه خفيفه من نفس الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها دلوقتي اللي هي من الثوم والايه والدريسنج اللي احنا جهزناه. بصوا الجمال اهو، خلاص هنا كمان واحده، بصوا حلوه ازاي. تسلم ايدك يا ماما طوعا، تسلم ايديكوا والله، تسلم ايديكوا حبايبي والله. هاخد بقى اخر مسحه كده من على الوش عشان تبقى الطماطم والبروكلي اخد من الثوم والزبده والحاجات الحلوه اللي احنا عملناها، يبقى طعمه حلو وما يتحرقش مني، وتبقى كان الطماطم دي هتطلع مشويه في وسط الايه العجينه كده، بتطلع تجنن. بصوا الجمال، بسيطه وسمبل وما فيهاش حاجه، بس هي الفكره ان احنا ايه يعني نخلي الولاد يشاركونا حاجات بسيطه وفي امكانياتنا، ومش محتاجه يعني حد شاطر قوي بطريقه فظيعه ان هو يتعقد انه يعملها. شوف حاجات كتير جميله دلوقتي بقى، انا مسخنه الفرن اول ما بدات اكور في العجينه، يعني بقى له ربع ساعه ثلث ساعه على حراره 180، انا هسويه على 180 عادي جدا. المفروض ان انا بعد ما خلصت الشكل ده سبتها 10 دقائق او ربع ساعه لحد ما حضراتكم حابين تجهزوا الفرن في الوقت ده، وتكون هي خدت راحتها كمان ونفشت كمان ونفخت اكتر، مفيش مشكله. انا دلوقتي هحطها بقى فرن 180 على الشبكه في النص، بسم الله، خلينا نشوف هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شوف بس فوق شغال. خليني ايه اهدي سنه، اوكي. دلوقتي بقى عندنا وصفه لطيفه جدا برضو من الوصفات الحلوه قوي، بس قبل ما ابدا فيها عايزه ابدا في مربه الفراوله. احنا الفراوله نزلت، والفراوله من الحاجات الجميله اللي ايه اللي لازم برضو نستغلها، ما عدا طبعا الناس اللي عندهم حساسيه من الفراوله هنقدر ايه يبقى في بدائل اخرى زي الرمان وزي الجوافه وزي البنجر، فيها نفس الايه الفوائد بتاعه الفراوله ونقدر ايه نبعد عنها.
لكن طالما احنا موجوده الناس بتحب تفرزها، مش ده الوقت اللي التفريز بتاع الفراوله لسه ما حلوتش قوي، فالوقت اللي هي ما حلوتش فيه قوي ده اقدر اعمل منها مربى، اعمل بيها معجنات، اعمل بيها تارتات، حاجات حلوه خلينا ايه نستمتع بيها في البيت للولاد، وفي نفس الوقت ابقى ايه استفدت من وجودها. طيب يعني بغض النظر او بعيدا عن احنا ممكن نعملها ايه كعصير، تعالوا نقول هنزل على الكيلو فراوله، لو هعمل كيلو فراوله بحط من 400 ل 600 جرام من السكر على حسب حضراتكم عاوزين نسبه السكر قد ايه. هي الفراوله فيها طعم مسكر، يعني هي ما حلوتش للدرجه ولكن فيها طعم مسكر، يعني حلوه مش لاذعه ومش ايه مش حادقه يعني. طيب هاخد من 400 ل 600 على حسب انتوا بتحبوا نسبه السكر قد ايه، وهحط عليهم معلقه كبيره من جيلي الفراوله، ده بيدي تيست وبيبقى فيه داخل فيه ماده حافظه برضو، وعندي عصير يا نص ليمونه يا اما هحط ربع معلقه صغيره ملح ليمون. الناس اللي ما بتحبش ملح الليمون ما تحطش، حطي نص عصير ليمونه متصفيه، وعلى فكره المربى بتقعد بالوقت طويل مش شرط يعني ملح الليمون عشان تبقى محفوظه سنه، يعني على فكره انا بعملها بالليمون وعمري ما حطيت فيها ملح ليمون وبتبقى محفوظه معايا السنه، بس هي عمرها ما بتقعد لسنه، هي بتقعد 8 شهور 6 شهور لما بعمل كميات وبتخلص على طول، اللي بشتغل فيها باستا فلورا وتارتات وحاجات، لكن طبعا هتقعد اكتر من كده طالما حافظنا على الرولز بتاعتها هنتكلم عنها واحنا شغالين. خليني اخد كده حله بسم الله ايه ونحطها هنا، وبعدين هنبدا نقطع الفراوله. انا عن نفسي يعني بحب الفراوله تبان القطع بتاعتها. الناس اللي حابه تعمل ميكس يعني يبقى عندي مثلا برطمان فيه فراوله بيوري وبرطمان تاني يكون فيه فراوله قطع، انا بصراحه بميل للقطع، بحب احس كل حاجه حقيقيه. فهناخد كده الفراوله مثلا لو دي كبيره بعمل كده، انا عن نفسي بعملها انصاف، يعني انا ايه مش هتحايل على الامور عشان انا مع حضراتكم دلوقتي، دي ممكن تتاخد كده ايه نصين، يعني ايه التقطيعه اللي ايه اللي انتوا حابينها، بس انا بصراحه بحبها تبقى باين، وساعات بعملها كده يعني دي تقطيعه وساعات اعملها كده وهي كده كبيره اعملها شرايح كده مثلا يعني بالعرض، فانتوا لو عاوزين زي ما انتوا، بس اهم حاجه وحدوا التقطيع عشان يطلع الشكل كله حلو. طيب هنقطع بقى كميه الفراوله الحلوه دي وبعدين مثلا كده بحبها طوليه دايما عشان تبقى ايه شكلها جميل. وبعدين احنا لو هنعمل تورت عايزه بس اقول لحضراتكم، او بسكوت، كان زمان انا فاكره كويس قوي كنا لسه صغيره يعني وكنت بحب قوي البسكوت اللي بالمربى اللي هو زي السابلي دلوقتي والتورت دلوقتي، فلما كانت مامتي على طول بتسافر فكانت دايما تجيب لنا البسكوتات اللي من بره، فكنت بحب بسكوت ساده قوي عشان هو كان ليه مكان كده مفرغ يتحط فيه المربى، وانا كنت بحب المربى قوي، فاجيب البسكوت ده يوم ما بيبقاش يعني عاملين بس تارت ولا حاجه ون ايه ون واحط فيه المربى واكله عشان يبقى طعمه حلو. فاحنا بقى بعمل ايه في التارت؟ لما بعمل عجينه تارت او باستا فلورا التارت اكتر او السابلي يعني بروح عامله في القوالب الصغيره اللي هي بتاعه التارتات الصغنون، وبعد ما بخبزه بحطه في علبه في الثلاجه وهو كده مفرغ ما فيهوش حشو. ليه؟ علشان انا لو جيت في اي وقت حاسه مثلا حد عايز الحشو ده بالشوكولاته، حد عاوز الحشو ده بالمربى، اقدر اخد البسكوته كده جاهزه احشيها اي حاجه انا عاوزاها او ليا نفسي ليها في الوقت الحالي، يعني تبقى مربى تبقى شوكولاته تبقى اي حاجه احنا حابينها. ف ما بيجرالوش حاجه، بحط بس في الفواصل ورق زبده عشان يفضل البسكوت كريسبي ما يطراش في الثلاجه. بصوا كده اهي، وطبعا انا بعملهم كلهم على بعض ما بنقعش الفراوله مع السكر الحقيقه، ما بعملش كده، لما بكون مستعجله وبتطلع تحفه بحط معلقه الجيلي دي بتدي لون حلو، لو الفراوله لونها باهت مش مساعدني فبتديني ايه درجه كده ولون حلو قوي. وفي نفس الوقت بستمتع بيها يعني. تعالوا بقى ايه الفراوله دي تجنن ولوحدها حلوه، حطوا بقى للولاد كده الفواكه دي في ستيكس بتاعت شيش طاووق، خليكم معايا بقى في ستيكس بتاعت شيش طاووق واعملوها لهم فراولايه، حته جوافيايه، حته كيويايه، وياكلوها كده هم قاعدين، بيحبوا هم الحاجات اللي هي ايه فيها افكار شويه غير تقليديه يعني، هم هيحبوها اكتر
وهياكلوها ويستمتعوا بالفاكهة وتفاحية، وعصروا عليها ليمونية ما تستغربوش عشان تعززوا فيتامين سي فيه كمان، عشان التفاح ما يسودش واحنا بنقدمه اهو. طيب لا ما الحمد لله يا مطوع ان انت ما اكلتهاش والله الحمد لله. اه كفايه ان انا نزلت من سيد النهارده، ما مش هزعل منك ومن سيد مش ممكن. طيب طيب بصوا بقى ادي الفراوله، تعالوا بقى هناخد كده ايه الفراوله الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهاجي هنا سو واو. احنا قلنا على الكيلو خلاص، بس زي ما اتفقنا ينفع تتعمل بسكر دايت، ينفع. احنا عملنا قبل كده مربى بسكر دايت، وان شاء الله المرات الجايه نعمل مربى بسكر الدايت. هاخد كده السكر وهنا نقطة مية صغيرة، وهنقلب تقليبة حلوة بالسباتولا بصوا كده هنا كده واو. وبعدين هحط الجيلي، جيلي الفراولة، معلقة كده واحدة بس يعزز الطعم واللون. بصوا بصوا اللون، عززت اللون سنة، والطعم كمان هتدي له طعم حلو قوي كأنها جاهزة. بس طبعا دي إضافة اختيارية وليست إجبارية أهو. هنسيبها بقى تغلي الأول لحد ما السكر ده يدوب، وبعدين أول ما تغلي، احنا عملنا مربات كتير جدا جدا مع بعض. حضراتكم لو عايزين أي نوع مربى ابقى اعملوا سيرش على يعني اسم نوع المربى اللي انتوا حابينها. عملنا بكل أصناف الدنيا، مانجا وفراولة وكل حاجة. حط نقطة عصير ليمون اهي، نقطة بالظبط، معلقة صغيرة بس. وبعدين قلبها تاني، بصوا الجمال. هسيبها بقى تغلي كده على النار غلوة حلوة، وكل ما تغلي هيبدأ السكر ده يتفاعل مع الفاكهة اللي هي الفراولة، ويطلع كده زي ايه ريم او فوم كده أبيض. أبدأ أتخلص منه. هنتكلم على أهم حاجة نخلي بالنا من المربى، يعني نحتفظ بيها ازاي. أولا برطمانات معقمة زي ما اتفقنا، بتتغلي في مية تغمرها المية بالغطيان بتاعة البرطمانات، ولازم تكون البرطمانات مخصصة كانت للمربات فقط لا غير، ما ينفعش تبقى بتاعة مخلل وخدها حط فيها مربى. دي حاجة. الحاجة التانية، بعد 40 دقيقة من بعد الغليان، 40 دقيقة على النار، باخده أشيله بملقط معقم على فوطة مطبخ أو مناديل مطبخ معقمة، وأسيبه لما يجف تماما ما فيهوش نقطة مية، نقطة مية لا في الغطا ولا فيه. المربى أول ما بتبدأ تغلي وتطلع الفوم ده، كل ما بتاخد شوية وقت كل ما بيبدأ الفوم ده يقل كل ما بتقرب للسوى. فدي من أحد علامات إن احنا عرفنا إن المربى برضه داخلة على سوى أو قربت تخلص، إنه بيختفي تماما ظهوره، وتبدأ تتقل معايا القوام. وبعدين أبدأ أفرغها في البرطمانات. استحالة أقفل البرطمان إلا لما يبرد تماما، يبقى ساقع زيه زي درجة حرارة الجو العادية. ثانيا، ما ينفعش احط البرطمان واغطيه وبعدين تعمل شويه بخار فيتراكم فوق نقط ميه فتنزل في المربى هتفسدها. ما ينفعش اخد بمعلقه فيها نقطه ميه وانا مش واخده بالي هتفسدها. ما ينفعش ان انا اخد بالمعلقه اكل وارجع اخد بنفس المعلقه احط تاني في البرطمان واكل مره تانيه هتفسدها. دي كلها عوامل تفسد المربى الطبيعيه، بس كمان لو تلفيناها وخدنا بالنا منها هتفضل معاكم فتره طويله جدا، ومش محتاجه ملح ليمون والله، بعملها بعصير الليمون اهو. بصوا بدات تغلي اهي اهو، بدا بقى السكر يتفاعل كده مع الفراوله. اي صنف فاكهه هتحطوها هيبدا كده، واتفقنا انه هنحدد السكر على تبع نوع الفاكهه. يعني التين استحاله احط له 400 جرام، الفراوله ممكن 400 جرام ممكن تبقى 500، لكن مش هزود طالما هي طعمها حلو وفيها نسبه سكر. العنب ما ينفعش احط من نسبه يعني سكر عاليه. ففي حاجات معينه لو لمرضى السكر انا مع ان احنا نستخدم سكر الدايت، وبسيط وجميل، بتطلع طعمها تجنن وخفيفه ولطيفه، وكفايه ان احنا ناكل حاجه طبيعيه. هسيبها بقى تغلي غلوه كده، وخليني ايه اوري برده حضراتكم شكلها هيبقى طالع ازاي قبل ما نطلع الفاصل، عشان تبقوا شايفين شكل المربى اهي. دي قطع الفراوله اللي احنا عملناها، تبقى باينه كده وحلوه. تحشوا بقى بيها تارت، تعملوا بيها باستا فلورا، تعملوا بيها اللي انتوا عاوزينه. الشجرة بتاعتي فين كده، بصوا هوريكم كده القوام برضو بالمعلقة، برضو بصوا تقيلة وجميلة ازاي. بصوا
ما شاء الله، بصوا الجمال جميلة جدا جدا. طيب هوري بس حضراتكم قبل ما تطلعوا، بصوا الشجرة هفتح لكم عليها بسرعة. بصوا عليها هنا، بصوا الريحة روعة، بصوا الجمال. خلينا بقى نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نقدم الشجرتين، مستنية حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، طلعنا الاثنين شجره وقدمنا المربى كمان، اتمنى يا رب تعجب حضراتكم. تعالوا بقى هنعمل دلوقتي وصفه لطيفه قوي ظريفه، يعني في فكرتها الولاد هيحبوها، هي بالبيض المسلوق. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنشوف دلوقتي هنعمل الامور ده، مش عارفه ننزل بمقاديره بقى. طيب هنعمل سنومان من البيض المسلوق ونعمله من الاستاكس كده الحلوه، استاكس كده لطيفه. وسايبه انا المربى كل ما بيظهر الريم انا بقيه بشيل منه شويه علشان تبدا تدخل على السوى وتبقى تمام معانا. طيب نقول مقاديرنا، عندنا استاكس بيض مسلوق وفلفل اسود حب، مقرمشات اي نوع، وجزر شرايح دوائر وطويله عشان نعمل له الشابو بتاعه، يعني البرنيطه اللي بيلبسها دي، وايه والايدين بتاعته. طيب بصوا انا بشيل كده من على المربى بس بعد ما تستعرضوا مقادير دي. تعالوا كده شوفوا هنا، بشيل كده الابيض ده عشان حضراتكم تبقوا ايه عارفين، كل شويه اشيل. وبعدين لما تغلي ريحه برضو الجالي عامله فيه ريحه حلوه قوي، وهيبقى فيه طعم كمان جميل جدا جدا لمربى الايه الفراوله. تعالوا بقى نبدا نعمل ايه، احنا هنعمل ازاي بقى، البس جلافز كده ونبدا ايه نشكل الحاجات الحلوه. بتبدا بقى ايه ان كل ما تطلع نشيلها لحد ما تيجوا تلاقوها تقلت وبقت لونها يميل للشفاف، مش للون اللي هو فيه شويه ايه كانه مش شفاف، يبقى الاحمر ده شفاف خالص كانه جيلي شفاف. دي برضو من احد العلامات. هنعمل ايه بقى دلوقتي، هاخد كده اطلع الكاتنج بورد اخد دي، خليني بس ايه احط هنا عليها ورقة ده. ورقة دي كده على الناعم. وهبدا بقى ايه نشتغل عليها. هاخد البيض، احنا سلقنا بيض عادي، بيض مسلوق طبعا، مهم حاجه في طريقه التسويه. هاجي اوقف البيضه كده، مش هتقف طبعا، دي اول حاجه. فهنعمل كده، هناخد بالسكينه نعمل لها قاعده ظريفه عشان نعرف نوقفها كده، شايفين حضراتكم، عشان هي هتشيل برضو بيضه تانيه فوقها. وبعدين هناخد حته من البوز ده، البوز الصغنن ده، عشان نقعد البيضه التانيه فوقها اهي، تبقى كده اساوي بس دي كويس اهي خلاص. البياض ده ممكن بقى نجمع كله ويتحط في سلطه مع شويه جبنه بيضه ويتحشي بيه كور كمان بتاعه الشجره اللي احنا ايه عملناها. هناخد بقى واحده تانيه، هاخد منها برضو القاع هنشيله كده، وايه من فوق نفس الطريقه اهي. وبعدين هجيب ستاك من دول يتباعوا طبعا، ونقدر نعمل ده بخله بس ده عشان يتاكل على طول، يبقى منها فيها يعني. وهقول كده بسم الله كده اهو زي ما حضراتكم شايفينه كده الطريقه دي. ونعمل ايه بقى، عندي هنا قرنفل هحط العينتين بتوعه قرنفل، بسم الله الرحمن الرحيم، ليه؟ عشان بيدخلوا جوه فبيثبتوا كويس اهي. والعين التانية اهو، انتوا
انتوا شايفيني كده؟ الله الله الله، هي ايه عينه فرقه ولا حاجه؟ احول؟ لا لا اهي كده ظبطت الحمد لله. طيب ناخد بقى بعد كده الايه، خليني بس ايه عشان واحده عشان الاستاك ايه اقعد شويه. الشابو اوكي. هناخد بقى هنا للبق الجزره. بص احنا مقطعين الجزر كده رفيع زي الكبريت، زي الكبريت، وايه وهنبدا ناخد منه شريحه بالورب كده. وعندي هنا للزراير حطيت فلفل اسود حبوب، بس لازم تضغط شويه لجوه يعني ادخلها جوه، وممكن تبقى قرنفل يعني على حسب ما حضراتكم تحبوا يعني، سواء ده او ده السهل ليكوا واللي يثبت يعني، بس انا دخلتها كده جوه ثبتها له يعني الفلفلايه اهي تمام. وبعدين هناخد بقى الجزرايه دي بورب كده يعني، ممكن نقسم دي اتنين، دي ممكن تبقى ارفع من كده برضو، شايفين ازاي كده. وناخد الجزء الايه الرفيع ده ونعمل دي كده نبوزه بقه يعني. وبعدين ناخد من الجزر العادي المدور شريحه كده، وممكن تبقى فيه شريحه تاني من الناحيه التانيه، خلينا بس ايه اخد شريحه تانيه ممكن تبقى اوسع، خلينا من هنا. هنا هنقطع كذا حته على حسب بقى طبعا كل بيضه العرض بتاعها قد ايه، فممكن دي تبقى كبيره شويه اوسع من التانيه، وبعدين بيتحط فوقها واحد تاني، ممكن نعمله دبل كده يبقى كده مثلا يعني، ده الشابو خلاص. وبعدين الاستكس بقى اما اني هعمل كده واحط له استك هنا لان دي ايديه كده، والايد التانيه برضو بلاستكس كده هنا، ونحط ده يعني اهو كده، يبقى لطيف قوي، الولاد يحبوه جدا ويستمتعوا بيه يعني، ان هم كمان عاملينه بنفسهم اهو. تعالوا نعمل واحد كمان، نعمل كده كام واحده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد كده هنقطع البيضه من تحت زي ما اتفقنا نعمل لها قاعده الاول، نشوف كده لما نوقفها هتبقى ثابته تمام. وبعدين هناخد الجزء اللي فوق ده هنشيل منه الحته البومبي دي برضو، ليه؟ لان انا في الاخر هاجي احط على وشها بيض قاعده بيضه تانيه، واحاول انقيها تكون قريبه للحجم يعني، عشان ايه لما تتشال تبقى مش عريضه قوي، مش اعرض منها يعني خلاص. وبعدين هحط هنا ستاك كده واحده بسم الله، وهحط دي بعد ما هشيل برضو الجزء اللي قدام عشان ما اجي اعمل الشابو. هنا الشابو هيبقى صغير بقى مش كبير، بس خليني ايه اساوي دي شويه كده كده اهو خلاص، ونحطها هنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اهو. وبعدين هناخد قرنفلتين هنعمل العينتين وعين تانية كمان، عرفوني بس وقتي قد ايه عشان ما اشطحش في اللي ايه. طيب كده بصوا، وهنعمل هنا بالفلفل الاسود حطيت الزراير بس ادخلها لجوه شوية كده بغرزها سنة اهو عشان ايه تثبت بس معايا اهي. وهنا كمان برضو ظريفة وسهلة يعني. وبعدين في حاجات تانية حلوة قوي بتتعمل بالبسكوت السادة برضو او بسكوت بالجبنة، وبنشكله شكل بابا نويل، ان شاء الله هنعمل ده مع بعض بصوا. وبعدين هجيب الجزرة اللي احنا قطعناها دي، ممكن تبقى دي تتقسم اتنين كده، ناخد حتة بس رفيعة منها نقسم دي سنة عشان دي تخينة اهو. وناخد البوز دايما بيبقى لبره قد كده عيدان الكبريت عشان تثبت وتبقى لطيفه. وبعدين الاستكس نعمل للايدين بالاستكس كده من هنا تحت بسم الله، والايد التانيه
بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل بقى الشابو بتاعه، نشوف بقى الشابو ده صغير، ناخد كده من الجزرايه هنا ونشوف الشابو ده ايه اخباره. حلو قوي. ناخد واحده صغننه من الناحيه الثانيه اللي هي الارفع في الجزرايه عشان نعليها تبقى كده. وده الايه، اوسع لكم كده. طيب في طريقه تانية برضو ممكن نعمل الايدين. الايدين تتعمل بالايه، بالخضره. يعني نعمل واحد كمان كده بالايد بالخضره، نعمل واحده كمان ونشوف الايدين بالخضره. تسلم يا مطعم، تسلم يا شيكو. بصوا كده اهي، وهنوقفها دي عشان نعمل لها رجل، يعني قاعده تقعد عليها، ودي طبعا لازم تتساوى زي الكيك من فوق كده اهو. الابيض ده ما برميهوش، باخده احطه مع شويه جبنه بيضة او اي نوع جبنه تشيدر، وبعدين اعمل بيه ايه، احشي بيه في الكور بتاعه اللي احنا عملناها. مفيش مشكله لو هنا في صفار بين ساعات كده، الصفار بيبقى طالع لفوق شويه في بعض الانواع البيض يعني. وهاخد كده ستاك هنا، مش عايزه اداري عليكم تاني، خليني احط دي هنا اهو. وهناخد الاثنين قرنفل، بسم الله، تبقى لطيفة. وبعدين هناخد جزراية واحدة ناشفة شوية، دي كويسة. اهو. وناخد بقى الفلفل الاسود، نعمل له هنا الزراير هنا علشان تبان، بزقها بس شويه كده لجوه عشان ايه تدخل وتثبت اهو. تمام كده اهي. وهناخد بقى ايه للشابو بتاعه، ممكن تبقى كده، وناخد واحدة الأصغر شوية وللإيدين ممكن نعمل بالإيه، بالخضرة، تبقى مثلا أهي. بصوا كده، بصوا دي كده مثلا يعني، واحدة كده، وناخد واحدة تانية ناشفة شوية فلتكن هذه. لازم ننقي عود كده بس يكون فيه شوية ايه ماسك عشان لما ندخلها تبقى لطيفة. دي كبيرة شوية، ممكن نقصرها كده. بصوا ثانية واحدة، خليني لا هي واحدة اهي، نعسل دي بصوا كده. كده من ايه، ونحط دي معاها يعني. طيب ايه، اليدين كلها طريه، دي فكره يعني. هني ناخد دي اهي ونقص بس الحته دي، خليني اقصها وهي على الطبق. نعمل بقى كده، ممكن دول نثبتهم برضو. زي ما حضراتكم شايفين، قلت دي شابو تاني فوق عشان يبقى كله لابس نفس الطاقيه. وكده احنا عملنا برضو فكره لطيفه تسعد الولاد قوي، هي فكره سنومان
بالبيض المسلوق بطريقه بسيطه، ونقدر ناخد من البيض اللي هيتبقى حشو لطيف نحط معاه مجموعه اجبان ونحشي بيه كور بقى بتاعه الفطيره الحلوه اللي عملناها شكل شجره الميلاد، واهو كده عشان تبقوا بقى ايه ظابطينه زي ما انتم عاوزين. دلوقتي بقى احنا طبعا عملنا ايه النهارده؟ عملنا مربة الفراولة بشكل لطيف زي ما حضراتكم شايفين، سهلة وبسيطة، هي مش محتاجة حاجة غير ان احنا بس بصوا ادي بدأ كده البتاع ده يقل شوية، يبقى في الجوانب بس، طبعا بشيله بشيل بشيل اهو بصوا، الله الله، وبعدين ايه كده 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 ونشيل لحد ما يتأثر تماما، توصل للقوام اللي حضراتكم عايزين. ريحة جميلة، اولا عشان ريحة الفراولة حلوة قوي، ثانيا عشان برضو اضافة معلقة الجالي اللي احنا حطيناها ادت لون، ادعمت اللون زي ما حضراتكم شايفين، وخليته زي ما انتوا شايفين كده، والقوام بتاعها جميل، وقلنا ازاي هنحفظها، وبالليمون من غير ملح ليمون ولا اي حاجة. عملنا كمان شجرة الميلاد بعجينة بسيطة تنفع بعجينة البيتزا، وتنفع بعجينة العشر دقايق، تنفع بعجينة المنقوشة، تنفع بحاجات كتير حلوة، عجاين جميلة. تقدروا تطروا العجينة دي بزبادي أو بلبن رايب أو بلبن بودرة يعني، أو بلبنة، طعمها يبقى حلو، نكهوها حلو، اعملوها بالشكل حضراتكم تحبوه، وخلوا الولاد يشاركوا فيها. أحلى حاجة في الدنيا إن هم يشاركوا في حاجة بسيطة ليها علاقة بإنه في سنة جديدة داخلة علينا، إن شاء الله ربنا يجعلها بالخير يا رب العالمين. يعني كل له أمنية بفضل الله تتحقق في السنة اللي جاية إن شاء الله، وكل من عانى من حاجة إن شاء الله ينساها بالحاجة الحلوة اللي ربنا يكرمه بيها في اللي جاي إن شاء الله. أتمنى يا رب إن الوصفات تكون نالت إعجاب حضراتكم، تكون بسيطة وسهلة نقدر نعملها مع الولاد، ويا ريت يا ريت تبعتوا لنا التطبيقات الحلوة بتاعتكم على الشيف عظيمة حمدي بالعربي، وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا. الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، و السلام عليكم.